بشهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله، زوجة المرتضى، والدة الأئمة الهداة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا حياتها ونموت مماتها، وأن لا يحرمنا وإياكم من شفاعتها. وقد مر بالزهراء كما لا يخفى على حضراتكم كثير من الصعاب والمشاكل، وتصدت روحي فداها لبيان بعض ما للتكاليف من فائدة علينا، والجهد الكبير الذي جاء به أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله إحياء لهذه الأمة. وكانت هذه الأمة مرحومة بوجوده المبارك، وقد ذكرت من جملة ما ذكرت بعض التكاليف الشرعية، وذكرتها أمام الملأ، حتى أنه من كان منهم غافلاً ينتبه، ومن كان جاهلاً يعلم، ومن كان متعلماً يزداد علماً. وأفصحت بلسان يندر أن يكون لمثلها إلا لأبيها وزوجها، وبينت في أعلى مراتب الفصاحة والحكمة والبلاغة والعلم الغزير في بيان بعض ما للأحكام الشرعية. أقتصر على مقدار يسير، ونسأل الله تعالى أن نكون من الذين يسمعون كلامها سلام الله عليها فيتبعونه أو يتعلمون منها. من جملة ما قالت وهي تتحدث بحديث كبير بعد أن حمدت الله تعالى وأثنت عليه، قالت: ثم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، زيادة لعباده عن نقمته، وحياشة منه إلى جنته. ثم قبل هذا الكلام كلام، وبعد هذا الكلام أيضا كلام طويل. لاحظ هذا الميزان التي أفصحت عنه الزهراء عليه السلام، وهي في مقام أن تحمد الله تعالى وأن تمجده، وتذكر فضل أبيها صلى الله عليه وآله على الأمة. ذكرت مقاطع مهمة تتعلق بالصلاة والزكاة وصلة الأرحام والحج، ثم بينت، قالت: الله تعالى جعل الثواب على طاعته. ونحن قد ذكرنا بخدمتكم فيما سلف أن طاعة الله تبارك وتعالى، جعل الثواب على الطاعة، هل هو منة من الله أو هو جزاء للطاعة؟ هذا كلام يذكر في علم الأخلاق وعلم الفقه كثيرا، وعلم الكلام أيضا. الآن ليس في ميان أي الرأيين يقدم على الآخر، لكن النتيجة يوجد جعل للثواب على الطاعة. الإنسان إذا أطاع الله تعالى، الله سيثيبه تفضلا، منة، أو لأن هذا جزاء العمل، هذا مورد آخر. لكن القدر الممسوك باليد، قدر المتيقن الواضح المتفق عليه، أن الطاعة عليها ثواب. سعة الثواب، ضيق الثواب، هذا مرهون عند الله تعالى. نحن عباد، نسبتنا إلى الله نسبة العبد إلى ربه، نسبة المخلوق إلى الخالق. الله أمرنا، فإذا وفقنا لإجابة أمره، ما يتعلق بالنتائج مرهون عنده. نعم، بعض الروايات تبين حدود هذه الثواب، والبعض الآخر لم يبين حدوده. كما قلنا، الله جعل الثواب على الطاعة. لحظة، الله لا يسأل عن فعله. الزهراء عليه السلام
تريد أن تبين بعض حكم هذا التشريع. هذا المقدار الأول، أن جعل الثواب على الطاعة سنة، ثم وضع العقاب على المعصية. تارة أقول وضع عنه، وتارة أقول وضع عليه. وضع عنه يعني أسقط، وضعت عنك الدين، أسقطت الدين. تارة وضع على يعني ألزمني به. عليك الصوم، كتب الله عليك الصوم. الزهراء تقول وضع العقاب على معصيتي، كما وضع، كما جعل المثوبة على الطاعة، وضع المعصية، وضع العقوبة على المعصية. لاحظوا هذان فرسا رهان، المثوبة والعقوبة، والطاعة والمعصية. الله تبارك وتعالى يريد منا أن نطيعه، والله لا يزداد علوا ورفعة بالطاعة، ويريد منا، ينهانا عن المعصية، وأيضا الله لا ينقص بالمعصية. الفائدة تترتب على العباد، لكن الله تعالى عندما جعل، نحن كعباد ننتظر ماذا أراد الله تعالى بنا. والمؤمن دائما كما في دعاء أبي حمزة الثمالي، خيرك إلينا نازل. دائما الله تبارك وتعالى يقدم لنا ما فيه مصلحته. ماذا قالت الزهراء؟ لا، قالت زيادة لعباده عن نقمته. هذه العقوبة زيادة، زيادة يعني ابتعاد، حتى نحن نبتعد عن العقوبة، عن المعصية. لأني إذا علمت أن وراء هذا الفعل عقوبة، يكون لي رادع، ابتعد. مو بالنتيجة، نحن عموم الخلق بمجرد أن ندرك فساد هذا الفعل نتجنبه، ليس بضرورة ذلك. هناك هوى، وهناك نفس، وهناك تزيين للعقوبة. لكن إذا علمت أن بعد هذا الفعل عقوبة، العقوبة المنتظرة ستكون وقاية لي من العمل القبيح.